نهدي نفوسنا نحن رصدا في الصلاة مع بعض. يا رب نشكرك، نبارك اسمك، نعظمك. عمانوئيل الله معنا. نتذكر يا رب في هذه الأيام كيف أتيت تجسدت وأتيت من أجل كل واحد فينا لكي تظهر محبتك العملية. أصبحت كواحد منا. إذ كنت في صورة الله لم تحسب نفسك خلصة أن تكون معادنا لله، لكنك أخليت نفسك أخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجدت في الهيئة كإنسان وضعت نفسك حتى الموت، موت الصليب. من أجل ذلك رفعك الله وأعطاك اسما فوق كل اسم لكي تجثو اسمك كل ركبة مما في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض، ويعترف كل لسان بأنك يسوع رب لمجد الله الآب. واليوم جايين نعلي اسمك ونرفعك وناخد مركزنا في التسبيح ونوقف بإجلال لإلك ونقول لك لن ننسى ذلك اليوم. احنا الفرح في قلوبنا يا سيد فرح أبدي، لأنه الشخص اللي سبب هذا الفرح هو شخص أبدي. احنا بنقول لك يا رب تقبل تسبيحاتنا كذبائح تسبيح، جايين نلتف حواليك كلنا مع بعضنا البعض، جايين نلتف حواليك ونعبدك بالروح والحق، ونتغنى في هذا اليوم ونفرح مع بعضنا البعض ونعيد لإلك يا رب. في اسم المسيح يسوع نصلي، لك كل المجد. أمين أمين. احنا حابين هيك ان ضايلنا بس أحدين، وفيش غير مرة في السنة منرنم ترنيم ميلادية، فحابين نرنم هيك بعض الترنيم الميلادية مع بعض ونبدأ مع بعض. في هذا هو اليوم السعيد فلتفرح الشعوب، فيه أتى الفادي المجيد ليغفر الذنوب. أمين. شو بتقول الترنيمة؟ هذا هو اليوم الإيش؟ السعيد. أيوة هيك بالضبط، هذا هو اليوم السعيد. مين فرحان في هذا اليوم؟ يلا ورجينا كيف فرحان، ارفع قلبك قول معي. هذا هو اليوم السعيد فلتفرحي الشعوب، فيه أتى فادي المجيد ليغفر الذنوب، ليغفر الذنوب، ليغفر ليغفر وبهجة الأزمان، نلنا به الوعد القديم برحمة الرحمن، برحمة الرحمن، برحمة برحمة الرحمن. قول معي، هذا هو اليوم الذي وفات به الأملاك في ذروة، في ذروة الأفلاك. هذا هو اليوم المنير بالكامل
من سائر المشرق من سائر من سائر المشرق. ارفع قلبك معي وقول هذا هو اليوم الثاني بمولد الرب، فسبحوا المولى الغني تسبيحة الحب، تسبيحة الحب، تسبيحة تسبيحة الحب. أمين. نشكر الرب لأجل الترنيمات المباركة. أنا كتير بحب عيد الميلاد لأنه فعلا بينحب يسوع وبينحب على اللي عمله مشاننا. اليوم الرب حط على قلبي موضوع خصوصي أنه ليش إجا الرب، لماذا جاء المسيح إلى عالمنا، لماذا جاء المسيح إلى عالمنا. وبعد هالترنيمات الحلوة أخذت فكرة شوي عن الموضوع، لكن اليوم تأملنا راح يكون جواب يسوع على ليش إجا، مو جوابنا نحن نسأل وبنقول ليش يا رب جيت لأرضنا. يا ريت نوقف نسمع كلمة الرب أولا، نوقف ناخذ احتراما لكلمة الرب، نسمع كلمة الرب من لوقا 2 والأصحاح الأصحاح لوقا 2 من العدد الأول. نسمع كلمة الرب. وفي تلك الأيام صدر أمر من أغسطس قيصر بأن يكتتب كل المسكونة، وهذا الاكتتاب الأول جرى إذ كان كيرينيوس والي سوريا. فذهب الجميع ليكتتبوا كل واحد إلى مدينته. فصعد يوسف أيضا من الجليل من مدينة الناصرة إلى اليهودية إلى مدينة داود التي تدعى بيت لحم، لكونه من بيت داود وعشيرته، ليكتتب مع مريم امرأته المخطوبة وهي حبلى. وبينما هما هناك تمت أيامها لتلد، فولدت ابنها البكر وقمضته وأضجعته في المذود، إذ لم يكن لهما موضع في المنزل. وكان في تلك الكورة رعاة متبدين يحرسون حراسات الليل على رعيتهم، وإذا ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب أضاء حولهم فخافوا خوفا عظيما. فقال لهم الملاك لا تخافوا، فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. وهذه لكم العلامة، تجدون طفلا مقمطا مضجعا في مذود. وظهر بغتة مع الملاك جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. نصلي. أيها الرب يسوع القدوس البار، نشكرك جدا جدا لأنك أحببتنا وأتيت إلى عالمنا هذا وتركت أمجادك في السماء. يا رب باركنا في هذا اليوم، ساعدنا حبيبي يسوع لكي نفهم تماما قصدك من مجيئك، ويكون يا رب لنا بركة في كلمتك لنا اليوم. أعين عبدك لأنه ضعيف، وتمجد وبارك أحبائي، يعطينا استماع من كل القلب وطاعة لصوتك وتعزيات خاصة باسم يسوع لك كل المجد. آمين. تفضلوا ارتاحوا يا أحبة. الرب يسوع موجود من الأزل، من القديم، من بداية الكل، من الأزل. الابن الذي في حضن الآب هو خبر. كثيرين مرات بس بيعرفوه كطفل ووضيع وتواضع صغير، لكن بنشوف صورته اليوم بمجده قبل ما يجي لعالمنا. كيف كان يسوع في مجده وفي عظمته؟ أخذ عنه لمحة إشعيا النبي برؤيا شافها لما كانت أيامات صعبة ومات ملك، كان صار له شي 50 سنة ملك، الملك عزية. وإشعيا كان بروح الصلاة وبيوصفنا صورة ليسوع، لمحة هيك عن يسوع، عن مجده كان قبل ما يجي على أرضنا، لأنه هو الإله العظيم المجيد. شوفوا الصورة الحلوة، قال بيقول إشعيا بإصحاح 6، بيقول في سنة وفاة عزية الملك رأيت السيد جالسا على كرسي عالي ومرتفع. هذا السيد يسوع المسيح. وأذياله، يعني مثل العروس بتعرفوا هذا اسمه الذيل، يعني كيف التوب، أيوه هذا بسموه ترين بالإنجليزي، أيوه هذا أذياله تملأ الهيكل لأنه مجد عظيم وتوب ملوكي عظيم له. السرافيم واقفون فوقه، لكل واحد 6 أجنحة، بإثنين يغطي وجهه وبإثنين يغطي رجليه وبإثنين يطير. وهذا نادى ذاك، يعني الملائكة، وقال قدوس 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 رب الجنود، مجده ملء كل الأرض.
شافوا يوحنا، بيقول بالإنجيل يوحنا، بيقول يوحنا بيقول إشعيا رأى مجد يسوع، شاف يسوع. وبيوم بالأيام كان دانيال بيصلي، بيروح الصلاة والصوم وبيطلب. شوف بيوصف لنا شاف يسوع كمان، ظهر له يسوع. قاعد بيقول ورفعت ونظرت فإذا برجل لابس كتان، بدانيال 10:5-6 قال لابس كتان وحقواه متنطقتان بذهب أوفاز، وجسمه كالزبرجد ووجهه كمنظر البرق وعيناه كمصباحي نار وذراعاه ورجلاه كعين النحاس المصقول وصوت كلامه كصوت جمهور. لما شافوا إشعيا بالرؤية تبعه، شافوا إشعيا بيقول ويلي قد هلكت لأني إنسان نجس، شفتين بين شعب نجس شفتين. لما شافوا دانيال قال لم تبقى قوة فيي، ذهبت كل نظارتي، يعني صار شاحب، قال صار جسمه فيه فساد بمعنى أنه خضر وصفر وغاب عن وعيه وسقط على الأرض. ويسوع قومه، الرب يسوع قومه، مسكه وقومه، قال له قوم 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 ما تخاف قوم. يسوع رب المجد، يسوع بيقول أنا كنت عنده صانعا، بأمثال 8 بيقول أنا كنت عنده صانعا، أنا كنت عنده صانعا فوق بالقبل بالأساس بالأزل الأزل الأزل قبل أن يكون إبراهيم، أنا كائن، أنا أصل وذرية داود بالأساس بالأساس. قال يوحنا من الأناجيل اللي ما كتبت لنا قصة الميلاد، بس يوحنا لما بده يسجل قصة الميلاد سجلها بشكل عظيم جدا. شوف يوحنا لما بده يوصف قصة الميلاد بيقول في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، هذا كان في البدء عند الله، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. شوف شوف، هل كان في العالم وكون العالم به ولم يعرفه العالم، هذا يسوع، هذا رب المجد، هذا المسيح له كل الشكر. شوف قال بيوحنا 17 بيقول 24 أيها الآب أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا، لينظروا مجدي الذي أعطيتني لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم. ومحل تاني بيوحنا 17:5 بيقول، شوف هالكلمات الحلوين، والآن مجدني أنت أيها الآب، هذه قبل ما يروح الصليب ويموت مشان خطايانا، عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. كان مجد عظيم ليسوع، مجد عظيم، إله المجد. بيقول أنا يسوع بيقول أنا خرجت من عند الآب وقد أتيت إلى العالم، وأيضا أترك العالم وأذهب إلى الآب. والسؤال اللي إلنا اليوم نقول، لماذا جئت يا ربي وذقت هذا العذاب؟ ليش تركت مجدك؟ ليش يا رب يسوع تخليت عن هالمجد والسماء وجيت لأرضنا؟ تعرفوا لما بفكر فيها بقول، يعني بتفكروا أوضاع القدس وفلسطين بهديك الأيامات كانت يعني أحسن من أوضاعنا هاي؟ كان فساد. الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما. بدكم تسمعوا وصف لحالة الإنسان، الرب شافها وبيعرف، ومن السماء أشرف بمزمور 14 بيخبرنا وبيقولنا الرب إنه أشرف من السماء، لم يرى ولا واحد. شوف شو بيقول مزمور 14:1-3، شوف شو بيقول. قال بيقول قال الجاهل في قلبه ليس إله، فسدوا ورجسوا بأفعالهم، ليس من يعمل صلاحا، الرب من السماء أشرف على بني البشر لينظر هل من فاهم طالب الله، الكل قد زاغوا معا فسدوا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. هذه أورشليم يا أحبة من زمان، ما يسوع بيعرف على أورشليم، قال يا أورشليم يا أورشليم يا راجمة الأنبياء وقاتلة المرسلين، كم مرة أردت أن أجمع أبنائك أولادك تحت جناحي كما تجمع الدجاجة فراغها ولم تريد. بيعرف، عرفان، تدين رهيب ولكن ما في إيمان. كان في أقلية مثل سمعان الشيخ وحني، وكانت العذراء المباركة مريم وإليصابات وزكريا بتدون، كم واحد كم شخص كانوا بيخافوا الرب. لكن التدين مثل أيامنا هلأ، مثل أيامنا هلأ، تدين رهيب ولكن شر رهيب كمان. إجا يسوع على هالظروف هاي. يا أحبة بنسأل يسوع بنقول ليش إجيت يا رب؟
ليش اجيت؟ شوف اول شيء، اول شيء بيقول يسوع انا اجيت، اول شيء بيقول انا اجيت حتى اخلص. قال بيقول عن اول شيء بلوقا 19:10 بيقول لان ابن الانسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. هاي اول شيء هو عم بيقول بتم الطاهر ابن الانسان. شوف هالصفه الحلوه، صار اسمه ابن الانسان، قديش صفه حلوه. هو ابن الله القدوس البار، لكن هو كمان ابن الانسان لانه ولد من عذراء واخذ هذه الطبيعه الجسد. اه بيقول جاء يخلصنا، جاء يطلب ويخلص ما قد هلك. اه وبيكتب، شوف بيكتب الطبيب البشير لوقا بيقول قال يسوع، قال اجاب يسوع وقال لهم لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى. هي كلمات يسوع يا احبه، لم آتي لأدعو أبرار بل خطاة إلى توبة. جاي لكل واحد فينا ولكل واحدة فينا، لأنه الجميع أخطأوا وعوزهم مجد الله. كل واحد كل واحدة فينا، كلنا أخطينا، كلنا محتاجين لنعمته، لأنه ما في غيره مخلص. شوف قال شوف شو حون العدد الحلو، تسأله لشاول الطرسوسي. شاول هذا يلي عمل بيقولوا بالعربي السبعة وزمتها، اللي كان مجرم رهيب وإرهابي رهيب وكان متدين رهيب كمان، تدين رهيب. يا بولس، صار اسمه بولس لأنه شاول معناته كبير، لكن بولس يعني صغير لأنه تواضع قدام الرب، أخذ النكنيم تبعه صار اسمه بول. يا بولس احكي لنا ليش إجا المسيح؟ بيقول وتفاضلت نعمة ربنا جداً مع الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع. نعمة عظيمة هي، أنا ما بستاهل. الصادقة هي الكلمة، اسمع هالكلام، اسمعوا هالكلمات المهمة هي. صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا. يا سلام، أعظم يسوع. يا أحبة، يسوع إجا لأنه ما في مين يقربنا لله غير اللي بيقدر يفدينا. قال بيقول، قال بالعبرانيين، قال أنا، شوف شو بيقول، قال أنا يا الله ها أنا ذا مكتوبا عني بدرج الكتاب أن أصنع مشيئتك قد سرست. قال لأنه، قال بيقول بالعبراني أنه قربان وذبائح لم تسر لكن قد هيأت لي جسدا. قال وإذ تشارك الأولاد بالدم واللحم تشارك هو فيهما. ليش حتى تشارك بالدم؟ حتى يحمل في جسمه خطايانا، حتى يحمل في جسمه خطايانا، حتى يفدينا، لأن الابن الإنسان إجا يفدينا، لأنه يسوع هو كفارة لخطايانا. شوف بيقول، قال بهذا أظهرت محبة الله فينا، أن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحن به نحيا به بواسطته. قال بعدين بيقول في هذا هي المحبة، ليس أننا نحن أحببنا الله بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا، كفارة لخطايانا. أنا بحب هالكلمات الحلوة لبولس الرسول، بيقول الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي، عني سمر بالصليب ومن أجلي مات الحبيب. كنت عم اشتغل شوي مبارح بالبستان، شغلات صغيرة هدول تبعوت، تعرفي بسموهم بالإنجليزي هاني دو لستة، يا ما بعرف إذا المتزوجين هم بيعرفوا هذه هيك لستة، شغلات صغار بقى. لقيت مسمار بالبستان مبارح، قلت إلا هذا لازم استعمل هالشي بالوعظة، لأنه أنا كتير تأثرت لما شفت هالمسمار. اللي يعني معقولة أنا بدي أحكي عن مجيء الرب يسوع المسيح وما يعني هالمسمار هيك اني لاقيه لازم هيك بقى. تذكرت انه مكتوب عن يسوع انه في موضوع مسامير، ومشان هيك يا احبه لارجيكم قديش ما تحمل يسوع من شاننا وقديش ما عظيم. بيوحنا 20 بيظهر الرب يسوع للتلاميذ، قال بيقول بالكتاب لكن كان توما، ما كان معهم توما وقتها، ولما توما غاب على الاجتماع هذاك النهار قال لم يكن معهم، ما بعرف شو كان عنده عذر ليش غاب، يمكن كان في سوبر بول بأيامهم أو شيء، يمكن نهار الأحد، ما بعرف شو بيعملوا، كانوا نهار الأحد المساء غير الاجتماع. قال له التلاميذ الآخرون قد رأينا الرب. شوف اسمعوا بالدقة هون، فقال لهم إن لم أبصر في يديه أثر المسامير وأضع إصبعي في أثر المسامير وأضع يدي في جنبه لا أؤمن. أوه شغلة كبيرة هي يا توما، أضع إصبعي في يده محل المسمار وإيدي في جنبه ما بآمن.
بعد أسبوع، بعد 8 أيام، بيقول كان تلاميذه أيضا داخلا وتوما معهم. فجاء يسوع الأبواب مغلقة ووقف في الوسط وقال سلام لكم. هلأ كلكم عم تحاولوا تنتظروا تشوفوا المسمار، ما هيك؟ أوكي راح أرجيكم يعني المسمار. طلع تاري عندي مسمارين أنا، مرة لقيت مسمار وهلأ لقيت مسمار تاني. بقال تعرف يعني، سامحوني يظل بالكيس لأنه راح يهرهر على الكتاب مقدس الصدى. هلأ هذا المسمار اللي هون، هذا اللي لقيته مبارحة مسمار، بس أنا بعتقد أنه المسمار يلي دقوا فيه، شايفينه كلكم ما هيك مسمار هون، يلي دقوا فيه إيدين حبيبي يسوع هو مثل هذا المسمار، مثل هذا المسمار. لأنه هذا المسمار لما بفوت بالإيد هون هذا فيني طلعه، لأنه صراحة ما بيهرهر. رح طلع لكم يا، لأنه هداك التاني اللي بيهرهر صدى كتير، ما رح طلع لكم هذا المسمار. أنا بعتقد هيك كان شكله المسمار، هيك كان شكله. ودقوا بإيد حبيبي يسوع، حبيب قلوبنا يسوع، قال عظم من عظامه لم ينكسر. تعرفوا الإيد فيها ما صلي مجال عد، رجع أتذكر شو علمونا بالطب كم عظمة فيه بالإيد، بش فيه أكثر من 40-50 عظمة بالإيد، ولازم يتكسروا إذا الواحد دق. قال دقوا بإيده المسمار هيك، وكمان برجليه. قال بيقول له، لأنه أنا بقول لأنه هذا الثاني ما بتزبط هاي، لأنه يعني بيقول بدي حط إصبعتي، حط إصبعتي بمحل المسمار، بعتقد هيك كان لحتى تفوت الإصبع. قال بيقول توما أنا بدي شوف حط إصبعتي. بيجي يسوع بعد 8 أيام بيقول له لتوما، ثم إجا وقف بيناتهم قال لهم سلام لكم، ثم قال لتوما هاتي إصبعك إلى هنا وأبصر يدي، وهات يدك وضعها في جنبي. شايفين؟ تعرفوا يسوع ما كان موجود لما توما حكى هاي الكلمات، بس يسوع بيعرف كل شيء، بيسمع كل شيء. وقديش حبيبنا يسوع، قديش بيحبك يسوع، قديش بيحبك يسوع. شوف شو قال له لما قال له لا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. تعرفوا توما قدام هيك محبة، قدام هيك إله عظيم، قدام إله جبار قدير هيك، شاف إنه يا رب كيف عرف أصلاً؟ كيف عرف؟ بس الرب بيعرف كل شيء. يمكن التلاميذ قالوا له إنه توما هيك بيقول، ما بعرف، بس أنا اللي بعرفه إنه توما قال له يا رب، قال له ربي وإلهي. قام قال له يسوع لأنك رأيتني يا توما آمن، طوبى للذين آمنوا ولم يروا. تعرفوا يا أحبة، كان في واحدة أخت محبوبة بيعرفها الأخ عصام، اسمها أنيتا طانيوس، من الصعيد الحلو تبع مصر، من صعيد مصر. أنا مرة ذكرتها هون بخدمي، بس كان العدد قليل الموجودين، كانت بمناسبة ذكرى إكرام والدتي المرحومة أم عماد. ذكرتها هاي القصة بس كان قليل منكم يمكن سمعوها. أنيتا كانت بالسبعينات، كانت بزمناتها نورس، كان عمرها حوالي 75 سنة. كنت أنا بالأخوة المسؤولين بالهوم فور كرايست، قال أنا حابب أروح على الأردن ساعدهم بالمستشفى هناك. قلنا طيب. قالوا لي الأخوة البقايا، قالوا لي وين بك تبعت واحدة عجوز ختيار مثلها هلأ إذا صار معها شي جلطة أو سكتة بالقلب مين بده يطلع فيها؟ هذه رايحة على الأردن هناك. قلت لهم لا، هذه قلبها حنون وبتحب خدمة الرب كتير، رح نبعتها. بعتناها على المستشفى هناك بالمفرق، حبوها كتير كتير. بعد شهر لقيتها هذيك المرة الرسالة، الإيميل كنت بعته للدكتور عصام، بعتولي بعد شهر بالمستشفى بالمفرق بالأردن المسؤولة هذه المباركة الأخت النورس اسمها أيلين كولمان، ممكن تخلوها عنا لمدة سنة؟ بعت له للدكتور عصام بقول لي أكيد أخلوها سنة، تأخذهم للأطفال وتعلمهم ترانيم بالصيدلية، تشتغل تساعدهم بالصيدلية. شي 75 سنة عمرها، علمهم للأطفال، تعلمهم ترانيم عن يسوع. بقى واحد من الأطفال حفظها هذه الترنيمة، دقوا بيده المسمار وحمل من أجل العار، دقوا بيده المسمار وحمل من أجل العار، وراح آمن بالمسيح وراح على بلده، هذا على البدو، مع البدو.
بعد سنين كانت هون الأخت أيرين كولمان وحكتها بهالكنيسة هون القصة. بتروح عندها سيارة جيب على الصحراء بالأردن بدو، بتشوف عيلة بتزورهم، بتلاقيهم كلهم آمنوا المسيح، تتعجب إنه هدول ما شافتهم بحياتها الكبار وهيك. قالت له لصاحب العيلة رأس العيلة الأب، كيف آمنتوا بالمسيح أنتوا؟ قالوا لا، كان في ولد صغير ابننا راح على المستشفى مريض عنده سل وهيك، وانتو في حدا هنيك علموا هذه في ترنيمة بتقول دقوا بيده المسمار وحمل من أجل العار. كل نهار عم بغنيها، قلنا له عود يا بابا حكينا شو هاد، مين هاد اللي دقوا بيده المسمار؟ حكالنا عن يسوع المسيح، احنا كلنا آمنا فيه. تعرفوا شيء بيحزن؟ يكونون في الشيبة دسام وخضر. كلمة الرب عظيمة جدا جدا، إجا يخلصنا يسوع، تاني شيء إجا يعطينا حياة أبدية. شو بيقول يسوع؟ بيقول شوف شو بيقول يسوع، السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح، هاي بيوحنا 10:10-11، ويهلك، أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. قال أنا أجيت أعطيكم حياة وحياة أفضل. هلأ اللي عنده حياة ما بده حياة، لكن نحن أموات في الذنوب والخطايا، لأن أجرة الخطية هي موت. أجرة الخطية هي موت، انفصال عن الله وانفصال أبدي. قال له رب ارحمني يسوع، خلصني أعطيني حياة. الرب يسوع بيعطينا حياة. قال شوف بيوحنا 17 بيقول، إذ أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته. وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. نحن بتعرف بيكتبوا هذا العدد ومشهور والناس تعرفه، لكن هل آمنت بيسوع شخصيا؟ بيقول لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. يسوع بيقول أنا أجيت أعطيك حياة، وحياة أبدية، وحياة أفضل، حياة أفضل، حياة فيها فرح وسلام وسرور، فيها سعادة لأنه خطاياك بتنغفر، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم، حياة بركة، حياة الأبد، حياة مع الله، حياة رائعة جدا، لأنه هي بتصير حياة المسيح في قلوبنا وفي حياتنا. ثالث شيء بتعرفوا يا أحبة، أول شيء شفنا إجا يخلصنا من خطايانا، ثاني شيء إجا يعطينا حياة أبدية. يا رب يسوع ليش تركت السماء وجيت لأرضنا؟ ثالث شيء بقول أنا أجيت أخدمكم، أجيت أخدمكم، أنا أجيت خادم إليك، خادم إليك يا رب، أنت رب المجد، أجيت تخدمنا. شوف شو بيقول يسوع، لأن ابن الإنسان أيضا لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. ذكرها الأخ الحبيب الأسيس عيسى قبل شوي بفيلبي، بيقول أخلى، قال وهو وجد في الهيئة كإله، أخلى نفسه آخذ صورة عبد صائرا في شبه الناس، هو صورة لله طبق الأصل، هو الله نفسه، هو كلمة الله وهو الله نفسه، صائر بشكل عبد حتى يخدمنا، حتى يرعانا، حتى يهتم فينا. تتذكروا ذاك النهار لما جمع التلاميذ قبل ما يروح على الصليب وأخذ الرداء تبعه وخلع ولبس منشفي وبلش اعتذر فيها وبلش يغسل أرجل التلاميذ؟ هذا حبيبنا يسوع، هذا حبيبنا يسوع يلي بيحبنا وبيخدمنا وبيساعدنا. هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل؟ ليش عمانوئيل؟ لأنه الله معنا. ومين هو الله معنا؟ يسوع المسيح معنا. ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الظهر. حبيبي في أحلى من هيك؟ يسوع إجا يرعانا ويحبنا ويخدمنا ويشجعنا ويساعدنا. معي في الطريق يا أعزي صديق، وفي وسط الضيق بتنجدني. تعرفوا هاي ترنيمة حلوة كان يحبوها الأخوة في بيتسبرغ كتير، يقولوا لي يا عماد نرنم هاي الترنيمة. معي في الطريق يا أعزي صديق، يسوع إجا يخدمنا ويحبنا، إجا يساعدنا في حياتنا اليومية ويرعانا. الرب راعية فلا يعوزني شيء، هذا يسوع الحبيب. وبعدين يا أحبة رابع شيء، المسيح إجا نور لحياتنا، المسيح إجا نور لحياتنا. قال بيقول يسوع بيوحنا
12:46 بيقول أنا قد جئت نورا إلى العالم حتى كل من يؤمن بي لا يمكث في الظلمة. إذا بنرجع لإشعياء 9، أنا ذكرت هذيك المرة يمكن ذكرت لكم إنه هلا بفترة عيد الميلاد في كتير ناس كيف بدها تقضي وقتها وتتسلى وهيك بتروح على مراكز الموسيقى والأوبرا وهيك بيتسمعوا على شيء هاي الموسيقى تبع مسايا هذه الترنيمة الحلوة لما كتبت ترنيمة حلوة كتير الواحد لما بتسمع عليها رسالة الخلاص واضحة كتير يلي أغلب كلماتها مبنية على إشعياء 9. ومثل ما كان هذيك الأيام هلأ هيك الشعب السالك في الظلمة أبصر نور عظيم. لما منشوف يا أحبة شو عم بيصير بأيامنا هاي، قال بيقول في ظلام كتير، الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما، الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور. هيك كانت هذيك الأيامات وهلأ هيك الأيامات، وما في أمل في الظلمة غير يسوع المسيح المجلى اسمه. بيقول يسوع أنا قد جئت نورا إلى العالم. ليه؟ لأنه العالم كتير مظلم، كتير مظلم جدا، حتى كل من يؤمن بي لا يمكث في الظلمة. في شيء واضح بكلمة الرب جدا، إنه مو بس إحنا عايشين بوسط ظلام، بدون يسوع نحن ظلمة. كنتم قبلا ظلمة وأما الآن فنور في الرب، أفسس 5. بتصير نور. عشان هيك الترنيمة الحلوة بتقول النور ينور حياتك، نور المسيح العجيب ويغسلك من ذنوبك يسوع بدم الصليب. نور يسوع ينور حياتك. قال يسوع كلمهم أيضا قائلا بيوحنا 8:12 أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة في القلب. نور، ما أصعب الظلمة يا أحبة، بس الرب ينور حياتك، ينور حياتك ويعطينا نمشي في النور. يلي بيحب الرب بيمشي بالنور، يلي بيمشي مع يسوع بيمشي بالنور ويكون له نور حياة. وهذه بركة يسوع إنه هو أعطانا نور. والرب يباركنا، يبارك كنيستنا، يبارك بيوتنا، يبارك بلادنا، ونور المسيح يرجع يسطع. أول مرة بسمعها للترنيمة كانت سنة 1993، كنت عم ترجم بيلي غريهام ببيتسبرغ، كان عندهم بيلي غريهام كروسيد، وعم ترجم في ترنيمة حلوة بتقول شاين جيزس شاين. أنا قلت بدي ترجمها نور يا يسوع، نور يا يسوع، ضوي نور، ضيء بضوك يا يسوع. وهلأ هيك ضوي بقلوبنا، ضوي ببيوتنا، ضوي بحياتنا، نور المسيح يسطع. قال بيقول بيوحنا، شوف شو بيقول، بيقول بيوحنا كمان إنه يسوع لما إجا يا أحبة على الهي، قال أحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. لكن يا أحبة كل ما يجي للنور بيصير في بركة. عشان هيك بيقول استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح، بيضوي لك، توب تعال المسيح بيضوي لك، بيصير نور في حياتك. وخامس شيء يا أحبة، إجا المسيح حتى يملك على حياتنا، إجا المسيح حتى يملك على حياتنا. بيوم الأيام قبل الصليب جابوا له يسوع لعند بيلاطس الوالي. وقف يسوع قدام بيلاطس الوالي، قال له بيلاطس بيوحنا 18 أفأنت إذن ملك؟ أم قال له يسوع، أجاب يسوع أنت تقول إني ملك، لهذا قد ولدت أنا. اجوا المجوس من المشرق لعند هيرودس، اجوا على القدس وبلشوا يسألوا، قالوا المجوس أين هو المولود ملك اليهود؟ لأننا قد رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد إليه. أنا وقفت عند هذه. تعرفوا يا أحبة بالتاريخ كله بالكون كله ما في ولا إنسان بالعالم ولد ملك، لكن يسوع ولد ملك لأنه هو ملك الملوك، من أصل ملك الملوك ورب الأرباب، هو ملك الملوك وملك الكون كله. لما كنت ببنسلفانيا صلي فرصة عالج أمرا كانوا من الخليج
كان في واحد أمير قالوا لي هذا، وصوني قبل ما يجي قالوا لي هذا كتير مهم، ترتيبه 125. حتى يصير يعني ليصير لملك ترتيبه 125، يعني حسوب يمكن عمره ما 125، يعني في قبله 124 واحد لحتى يصير هو. لكن مرة كان في واحد أكتر ترتيبه لفوق أكتر. هلا عم فكر فيها أنا، يعني صحيح ممكن الواحد يولد أمير وممكن له فرصة، لكن يولد ملك ما في غير يسوع المسيح المجد لإسمه ولد ملك وملك الملوك للأبد الآبدين. ملك الملوك بس إجا يملك على حياتنا. هلون أنا ملكوتي مو من العالم، من هون، ملكوته في القلوب، ملكوته في حياتنا. ورح يجي يوم رح يملك على الأرض، بس رح تكون أرض جديدة وسماء جديدة يسكن فيها البر. واليوم ملكه على حياتك، خليه يصير ملك في قلبك، ملك في حياتك. إجا يملك، قال له أنا أجيت أملك. وملكوته في القلوب، ملكوت الله يعني ملكوت المسيح يسوع المجد لإسمه، ليس أكل وشرب بل بر وسلام وسرور في الروح القدس. الملكوت في داخلكم، هل ملك يسوع في قلبك في قلبك؟ يا أحبة، يسوع عطى مثل إنه كيف إجا شخص نبيل يعمل ملك، رفضوه. أم قال أعدائي هؤلاء الذين أبوا رفضوا أن أملك عليهم، خدوهم أصاصهم العذاب الأبدي. إجا يسوع يملك على قلوبنا، على حياتنا، في ومرلكوه رأسا على الكل. في ترنيمة هيك حلوة بتقول يا أحبة، تعرفوا أمام هالصفات الحلوة هذه، أمام هالأسباب العظيمة هذه، يسوع، يسوع المجد لإسمه، هو رئيس ملوك الأرض، بيقول حبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوك وكهنة لله أبيه. يسوع الحلو قدام كل هالشي إنه يا رب يسوع أنت أجيت تخلصنا، بيقول أنا أتي أجيت لخلصكم، أطلب وأخلص ما قد هلاك، أنا أجيت كون خادم شجعكم وأخدم بينكم، أنا كمان أجيت أعطيكم حياة أبدية، أجيت أعطيك حياة أبدية، أنا أجيت كون نور للعالم، نور لقلبك، نور لحياتك، وأنا أجيت كون ملك في قلبك، في قلبك أنا أجيت أملك. اليوم قدام هالشي يسوع يا أحبة إجا مثل ما في الترنيمة بتقول إجا ومات من أجل خطايانا يعني، وقام وهو جالس عن يمين العظمة. رح يجي يوم يسوع بيقول أنا راجع، أنا جاي، أنا جاي. في عدد حلو كتير يا أحبة بتيتوس، برسالة تيتوس في عدد كتير حلو بيلخصنا هذا العدد الحلو على معنى النعمة العظيمة هذه يلي الرب أعطانا إياها. شوف شو بيقول بهذا العدد، قال أنه قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس، معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر، منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح الذي بذل نفسه لأجلنا لكي يفدينا من كل إثم ويطهر لنفسه شعب خاص غيور في أعمال حسنة. هذا بتلخص كل شيء، الآية الحلوة هذه. اليوم قدام هالشي أنا بسألك سؤال، هل أجيت ليسوع، هل أجيت للرب يسوع قلت له يا رب سامحني، آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك؟ هذا الوعد، كل من يؤمن به ينال باسمه حياة الأبدية، لأنه ليس اسم آخر، ليس اسم آخر قد أعطي تحت الناس به ينبغي أن نخلص. هل عايش ليسوع؟ هل عايش ليسوع؟ يا أحبة بيقول الكتاب المقدس، بيقول الكتاب المقدس أنه هو مات لأجل الجميع لكي يعيش الأحياء فيما بعد، لا لأنفسهم، بالذي مات لأجلهم وقام. هل أنا حياتي مكرسة إله ولخدمته؟ شوف يا أحب الرب يقول بده يانا الرب نكون مكرسين تماما لإله، مكرسين لعمله، لأنه الرب اشترانا بدمه، صرنا مو لأنفسنا، لأنكم لستم لأنفسكم فقد اشتريتم بثمن، هو دم يسوع المسيح. مشان هيك يا أحب بده يانا الرب نخدمه. بيقول إذن يا أخوتي الأحباء كونوا راسخين غير متزعزعين، مكثرين في عمل الرب كل حين، عالمين أن تعبكم ليس باطل في الرب. ويا أحبة ما نستحي أبدا بإنجيل يسوع، لأنه مثل ما بيقول بولس الرسول بيقول لأنني لست أستحي بإنجيل المسيح، لأنه قوة الخلاص لكل من يؤمن. ونشهد ونبشر ونخبر باسمه، مثل ما حكيت لكم عن أنيتا
كلمة الرب قوية، كلمته مباركة، بيقول اذهبوا للعالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. وأهم شيء كمان يا أحبة نعيش حياة، حياة في تقوى، في وقار، في انتظار مجيئه، لأنه مجيء الرب قريب. في مجيئه الأول طفل وديع في مذود ونهان وتعذب، لكن في مجيئه الثاني راح يجي بمجد عظيم، بمجد عظيم، كما منقول بقانون الإيمان ليدين الأحياء والأموات، راح يجي يملك على المؤمنين، يملك علينا، يخطف الكنيسة، نكون معه لأبد الآبدين. ولكن كمان راح يكون في دينون اللي ما بيآمن، لكن الرب يعطينا، ما حدا يكون فينا محروم من هالنعمة هاي، ما حدا يكون في محروم من الخلاص، لأنه الفرصة مفتوحة اليوم. مثل ما بتقول الترنيمة، لا تضيع الفرصة منك اليوم، اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم، ما تضيع الفرصة، اليوم يوم خلاص، اليوم يوم مقبول. خلينا نوقف ناخذ كلمة صلاة. نشكر الرب يسوع، نشكرك يا أيها الرب يسوع لأجل أنك جيت على عالمنا ومت من أجلنا ودفعت ثمن خطايانا على الخشبة على الصليب. ونشكرك يا رب أن كل واحد بيآمن فيك، كل واحد كل واحدة بتعطيهم خلاص، حياة أبدية. أخي أختي، كلمة اليوم واضحة كما بيقول بولس الرسول، مستحقة، صادقة هي الكلمة، مستحقة كل قبول، أن المسيح يسوع جاء إلى العالم يخلص الخطاة الذين أولهم أنا. قول هيك، قولي هيك إذا لسه ما اختبرت الخلاص، قل له أنا خاطي، أنا خاطي، تعال للرب يسوع، قل له يا رب ارحمني، أنا الخاطي، أنا الخاطي، تعال اقبل الرب، اقبل الرب، خلي اليوم يوم خلاص، اليوم فرح، يوم سرور، حياة أبدية، نور وسعادة وبركة، ويملك المسيح في قلوبنا، خاصة على العيد هذه، قل له يا رب أنت املك بحياتي. كمؤمنين، كأخوة وأخوات، نجي ونقول له يا رب بنتوب على أي شيء، على أي شيء يا رب بنتوب، إذا في أي خطية نتوب عليها، نرجع نتقدس ونتكرس إلك يا رب، وتستخدمنا بركة في هالأيامات، خاصة أيامات هذا العيد. أيها القدوس البار، أشكرك لأجل كلمتك الواضحة أيها الرب يسوع، لأنك أعلنت لنا بوضوح لماذا جئت إلى عالمنا هذا. نشكرك أيها الرب يسوع لأنك معنا، أنت قلتها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. ونشكرك لأنك لم تتركنا يتامى، لكنك ستأتي عن قريب، لأنك قد مضيت إلى السماء لتعد لنا مكان. ومتى مضيت؟ أنت قلت وأعددت لكم مكان، آتي أيضا وأخذكم إلي حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. نشكرك أيها الرب يسوع لأننا سنراك في مجدك، في بهائك، في عظمتك. ما أحلى هذه الرؤية الحلوة يا رب. نشكرك، نشكرك، ما لم ترى أي عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه. بارك فترة الأعياد في حياتنا، عزي هؤلاء الحزانة يا رب، عزي الذين في العام الماضي خسروا أحباء، كون مع المرضى واشفيهم وقويهم. بارك الضعفاء في وسطنا يا رب، المتحيرين الذين في ظروف صعبة، الذين ليس لهم عمل وشغل. اذكر بلادنا بالخير والسلام، واعطي الهدوء أن يسود، وتتوقف الحروب يا رب، وتعود المحبة إلى الناس. أرجوك أيها الرب، نشكرك يا يسوع لأنك وحدك، وحدك صانع السلام ورب السلام. باسمك نصلي ولك كل المجد، آمين. تفضل ارتاح يا أحبة.